طبعا كلنا متذكرين نادي الأسيوطي، نادي الأسيوطي اللي اتباع مؤخرا طبعا وبقى أصبح نادي بيراميدز. النهاردة وفقا للخبر اللي قدامي إن صديقنا الأستاذ محمود الأسيوطي هينشئ نادي جديد بمواصفات أوروبية. هو طبعا هو رجل أعمال في فيينا في النمسا طبعا، ولديه دائما أفكار هي متطورة. فالنهاردة هو ينتوي ان هو يعمل نادي جديد. هذا النادي هقول لكم اسمه حالا، اسمه لافيينا اف سي. يا رب اكون نطقته صح لان هو ساكن في فيينا، فاعتقد هو يقصد كلمة لانه ممكن تقراه لافينا، لا اعتقد هو لافيينا اف سي. وهيشارك به في القسم الرابع، ووفقا للكلام انه هيجيب مجموعة من الخبراء من اوروبا لاختبار المواهب اللي هتختار اللاعبين. هيحط نظم معينة، هيعمل لهم دراسات باللغة الإنجليزية عشان بعد فترة يعمل تسويق، وهو شاطر في المسألة دي جدا. أنا أتصور أنه هذا النادي لافيينا اف سي هيبقى كوبي طبعا بتاع يعني الأسيوطي. طيب من النمسا صديقنا الحاج محمود الأسيوطي، يا مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، ازيك؟ يا رب يخليك. الساعة عندك كام في فيينا دلوقتي؟ الساعة يعني احنا ساعة قبل القاهرة، يعني الساعة 11 دلوقتي. طيب لسه بدري، انا عارف ان انت بتسهر يعني. قول لي بقى. الله يخليك يا حبيبي. مبروك للبرنامج والنجاة متأخرة. ربنا يكرمك ان شاء الله. طب يا رب انت زي ما كنت بتتابعنا في كل حتة تكون الجالية عندك بتتفرج عليه. طبعا انت بتتابعك في اي مكان. طيب كويس الحمد لله. عارف كده حبايبك كلهم في فيينا والنمسا. طبعا طبعا طبعا. قول لي بقى النادي ده اسمه ايه بقى الجديد؟ النادي اسمه لافيينا اف سي. جات لك الفكره ودي منين؟ ودي اشاره لمدينه فيينا بس بالاسباني، هي النطق بالاسباني. لكن هي اشاره لمدينه فيينا. كويس. هتشترك في القسم الرابع يا حاج محمود؟ ان شاء الله في القسم الرابع. احنا اسسنا الشركه على قانون الرياضه الجديد تقريبا من 6 شهور الكلام ده، واحنا يعني في 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 انهاء الاجراءات الرسميه، بس هنشترك الموسم القادم ان شاء الله 2021 في دوري الدرجه الرابعه بمجموعه الصعيد ان شاء الله. في مجموعه الصعيد، وناوي تطلع ممتاز بعد كام سنه؟ يعني ربنا يسهل. انت عارف ان احنا طلعنا بالاسيوطي وكانت الخبرات قليله، طلعنا في 5 سنين. نتمنى طبعا ان احنا نطلع في 3 سنين والسنه الرابعه نكون في الدوري ممتاز. احنا بنخطط لكده يعني، وعندنا الكوادر اللي عندها الخبرات الكافيه اللي تقدر تعمل الكلام ده، وعندنا البنى الاساسيه كلها موجوده والنادي موجود. يعني ان شاء الله هتكون الامور سهله مش صعبه زي الصعود نادي الاسيوطي. كان عندنا صعوبات لان كان برضه خبرات كانت مش كافيه، لكن دلوقتي عندنا الحمد لله خبرات كتيره جدا. معظم الكوادر اللي موجوده معانا برضه كانت شغاله معانا كده، كابتن وائل حبيب مدير رياضي للنادي وهو شغال من دلوقتي يعني، وبنشتغل احنا تقريبا. والمدير الفني هتجيبه خواجه زي ما عملت قبل كده ولا هتجيب مدير فني مصري؟ لا، الدرجه الرابعه والثالثه والثانيه يعني هتبقى صعبه، واحنا دلوقتي عندنا يعني معرفتنا بالمدربين المصريين دلوقتي اكتر ونقدر نختار مدربين مناسبين من مصر. يعني في مدربين كتير كويسين من مصر. الاول يمكن انا كان معرفتي بمصر قليله لما كنت بختار اجانب في تجربه الاسيوطي في القسم الثالث والقسم الثاني. ده كان بسبب قله معرفتي بالوسط الرياضي في مصر. لكن صحيح. دلوقتي الحمد لله يعني الوسط الرياضي بقى واضح جدا بالنسبه لنا ومعروف، والاختيار هيبقى سهل، واحنا هنختار المناسب لكل مرحله. يعني مرحله الدرجه الرابعه هتبقى اللعيبه المناسبه ليها والمدربين المناسبين والناس اللي هتصعدنا من اول طبعا. طيب اخيرا بقى يا حاج محمود،
كنت انا سمعت انه انت اللي هتورد الكور لاتحاد الكوره، المعلومه دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ معلومه صحيحه. احنا عندنا فعلا افتتحنا، عملنا افتتاح مصنع تجريبي وصنعنا كوره تيمبو، وادينا الاتحاد عينات، والاتحاد بيعمل استبيان مع الانديه، وبعتنا الكور للانديه ان هي تعمل تيست الكور، وماشيين في خطوات واجراءات مع اتحاد الكوره، يعني ربنا يسهل وممكن الدور الثاني الامور تنتهي، وممكن يكون الدوري المصري ان شاء الله يتلعب في الدور الثاني بكره تيمبو باذن الله. ودي سعر الكره كام يا حاج محمود؟ سعر الكره الواحده كام؟ سعر الكره احنا عاملين طبعا عشان الاسعار بتصح، احنا نعمل اعلان انت كده. سعر كورة الماتشات عشان احنا عاملين جودة عالمية طبعا. طبعا مواصفات عالمية طبعا عارف. كورة الماتشات 995 جنيه. طب حلو. وكورة التدريب 495 جنيه. وعاملين الاكاديميات، ومراكز الشباب. كورة يعني تناسب انت عارف الوضع المالي بالنسبه لمراكز الشباب والاكاديميات في مصر، فاحنا عاملين لهم يعني سعر اقل من كده، وحاجه كواليتي يعني هتبقى حاجه عاليه جدا، بدل ما كانوا بيستوردوا الكور اللي بتقعد معاهم شهرين وثلاثه، دول بياخدوا كوره ممكن تقعد سنتين وثلاثه وباقل من السعر اللي هم كانوا بيستوردوا بيه. ممتاز. ودي هتخدم الرياضه، هتخدم الرياضة في حاجة تانية تمام، لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر، يمكن انت طبعا عارف ورياضي واشتغلت في التدريب قبل كده، احنا عندنا قطاعات الناشئين والبراعم والأكاديميات كل الناس بتشتغل بالكرة مقاس خمسة للأطفال الصغيرة. الأطفال الصغيرة ما ينفعش تلعب مقاس خمسة، انت في مقاس ثلاثة وفي مقاس أربعة، فما حدش بيجيب المقاسات دي، فبالتالي حتى يعني المواهب قلت في مصر، لان الموضوع ان الطفل الصغير يلعب ويتمرن ويطلع بكوره خمسه ده في الموعده بتقل عنده. احنا كان عندنا زمان مواهب كتير عشان الناس كانت بتلعب بكوره الشراب في الشوارع. ايوه صح. الشراب صح. هي كوره مقاس ثلاثه بالظبط، هي مقاس الكوره الشراب بالظبط، دي المفروض اللي يلعب ويتدرب بيها الطفل الصغير لغايه 12 11 سنه، وبعد كده يلعب كوره اربعه لغايه 14 سنه، وبعد كده يبدا يلعب مقاس خمسه يبقى في تدرج في المراحل السنيه. صحيح. دي مش موجوده خالص في مصر، ودي المفروض تتفرض من الاتحاد على الاعمار السنيه. اتمنى ان اتحاد الكوره طبعا يراعي الحاجات دي كلها في المسابقات بتاعته في البراعم، عشان نقدر نطلع محمد صلاح واكثر. صح. من محمد صلاح. نعم. ما يطلعش محمد صلاح بالصدفه وكده، لا يطلع محمد صلاح متأسس صح. تمام. متأسس صح. ففي حاجات كتير لازم يعني اتمنى ان اتحاد الكوره يراعي الحاجات دي كلها، واحنا هنساعد طبعا في المشروع المصنع عندنا، هيساعد كتير في الامور دي ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك حاج محمود وبالتوفيق دايما ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. يبقى خلاص احنا عرفنا ان الكوره اللي هي بتاعت الماتشات هتبقى ب 1000 جنيه الا خمسه، والكره الثانيه اللي هي من الاقسام الاخرى تبقى ب 500 جنيه الا خمسه، ودي اسعار اعتقد مقبوله جدا جدا. طيب النهارده الجونه عملوا احتفاليه صغيره كده للكوتش بتاعهم نيبوشا الصربي طبعا عقب قرار